السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سيلينج بأكتر من طريقة. ممكن من هنرسم غرفة بالشكل دوت، وبعد كده هنقول ان احنا عايزين نضيف سيلينج. طبعا السيلينج عندي بيضاف بطريقتين، اوتوماتيك سيلينج، هروح اضيف السيلينج في المكان دوت. انا غيرت النوع اللي هو الفيت اسمنت عشان يبان معاكم موضوع سيلينج، او ممكن ترسمه بسكتش. ممكن بعد كده تقول له الاين وتعمل محاذاه للسيلينج بالشكل دوت، او ممكن تعمل سيلكت على السيلينج وتعمل له روتيت بالزاويه اللي انت عايزها بالشكل دوت، او ممكن نعمل واحد جديد من سيلينج. اقول له ان انا عايز ارسم سيلينج، اروح ارسم سيلينج من هنا لهنا. وبعد كده اقول له اوفسيت بالمقدار اللي انا عايزه، ممكن مثلا 800 يعني 80 سنتي اهو. تروح ده ستاب عشان ايه يعمل الشكل ده كله، تمام. وده على ارتفاع 2600. ممكن ان انا اعمل سيلينج تاني برضو اعلى او اصغر حسب التصميم بتاعي. واروح قايل له ده خليه على 2800، بالشكل دوت. طيب كده عندي جزء لسه مش موجود. ممكن اجي هنا من اركتكتشر واقول له ان انا عايز اعمل موديل ان بليس، واقول له نوع سيلينج، واقول له نوع اكستروشن، ده من 2600، ده 2800. واروح راسم بقى واقول له اوفسيت، خلينا نتأكد بإن أنا هقول له ورهالي في ال 3D عشان نتأكد هل هي فعلا اتعملت مظبوط ولا لأ. طيب خلينا نعمل سيلينج تاني. ممكن برضو نيجي هنا على السيلينج نلغي دوت، ديليت ديليت، وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم سيلينج، وممكن اقول له سكتش سيلينج. وهرسم سيلينج لحد المنتصف كده، واقول له سلوب ارو، خلينا نشوف في الثري دي. انت بقى حسب عايز الاسلوب بتاعك يكون لفوق ولا لتحت، تقدر تختار زي ما انت عايز. تمام، يعني ممكن نيجي هنا ونعكس اتجاه السهم. وطبعا هنعمل نظبط الزوايا ديت بدل ما واخده ميل. هاجي هنا وارسم السهم الاتجاه بتاعه الصحيح، اسلوب ارو، وطبعا بعد ما اخلص هروح اعمل له ميرور. خلينا نعمل الاين الاول، ده مع ده وده مع ده، وبعد كده هعمل سيلكت واقول له ميرور، يظهر معانا المبنى بالشكل ده.
ونقدر نتحكم في الزاوية بتاعة الميل. لو دخلنا عملنا على اي واحدة فيهم وقلنا له edit وعملنا select على الميل، هتلاقي الاسلوب تقدر تتحكم في الاسلوب ده. الهاي اوفست 0 300، فممكن نغير الارقام دي. طيب، وشرحنا كذا مره في موضوع الماس ان انت ممكن تعمل سيلينج من خلال الماس. خلينا نشوف طريقه اخرى، هو ان احنا ممكن نرسمه عن طريق الروف. ازاي؟ عن طريق الروف. الروف طبعا بيديني امكانيات حلوه جدا يعني، فممكن اقول مثلا روف باي فوت برينت، واقول له خليها في ليفل 2. هو الفكرة كلها ان احنا هنغير السايز بحيث يكون مناسب. هقول له سلوب جلازنج، تمام. يبقى انا كده مش هحط غير الحاجات الحديد ديت. ممكن بقى تقول له ايه كارت المدى، انا مخليها نان، ولو عايز تحط بريليون تقدر تحط بريليون زي ما انت عايز. ويتحدد المسافات، ستمية في ستمية. ونقدر نحدد بالشكل دوت ونخليها لجوه، وممكن نخلي مفيش اسلوب أو تخليها بأسلوب يعني، حتى ممكن تخليها بأسلوب مفيش مشكلة يعني. هيظهر معايا بالشكل دوت. يبقى احنا كده عملنا السيلينج على ان هو مليون. طيب في طريقة تانية؟ اه طبعا، يا سلام. يعني الجراب حب فيه كتير، تمام. خلينا نعمل تراجع عن السيلينج دوت، او نعمل سيلكت واقول له فلتر check none delete. ترى كمان وهي ان انا اروح لي استراكشر واقول له ان انا عايز اعمل بيم سيستم، هو بيقول لي اعمل حدد المكان اللي انت عايز تعمل فيه. فاقول له او ريكتانجل واختار من هنا لهنا اهوت، وهديله بعد كده البيم دايركشن بتاعي بالشكل دوت. تعال نشوف في 3D. طبعا احنا ممكن نغير الشكل الحديد دوت. طيب بعد كده هقول له ان انا عايز برضه اعمل بيم سيستم، واقول له في المكان هنا، وهغير بس البيم دايركشن على اساس ان هما يبقوا متعامدين على بعض. طبعا انت بتقدر تغير المسافات اللي بينهم هنا، 1800 كتيرة، ممكن نخليها مثلا 900 زي ما انت عايز يعني. تعالى بقى نشوفها في 3D، هيطلع معاك بالشكل دوت. فتقدر نعتبره نوع من انواع السيلينج. طبعا نقدر نغير كل الانفورميشن على الحديد دوت،
يعني ممكن نغير الاستراكشر ميتال، ممكن نغير انيبل اناليتيك موديل، انا مش عايز ازاي يدخل معاه في الحسابات الانشائيه وهكذا.